مرض ما بقول لكم ان ازمتي النفسيه اللي انا مريت بيها كانت في البدايه بتاعت سنه 95 تقريبا دلوقتي اللي انت اتولدت فيه كده تقريبا يعني تقريبا فالفتره الزمنيه اللي انت اتولدت فيها دي هي اللي انا اتخرجت فيها وهي اللي بقيت احس فيها ان انا عندي مشكله. القوانين اللي حواليا والمجتمع بيقول لي ان لا يجوز ان انا استخدم سوفت وير ولا يجوز ان انا اقرا كتاب ولا يجوز ان انا اعمل حاجات كتيره جدا من الى الان انتم بتعملوا منها اشياء كتيره انا عارف كده. وحسيت ان انا ماليش اي وزع اخلاقي يسمح لي بان انا اعمل اي حاجه من دي وانا متخرج. انا المفروض انا مهندس وبشتغل وعندي مرتب وباخد اجر على عملي فبالتالي المفروض ان انا اكون بدفع لما انا محتاج ان انا استخدمها. فكيف يجوز لي ان انا اعمل حاجه شايفها غلط؟ وبالتالي كان الحل بالنسبه لي ان انا لقيت بديل. البديل ده ما فيهوش مشكله اخلاقيه وما فيهوش اي مشكله دينيه وبالتالي تركز. انا حاسس ان البتاع بيقطع فهجرب بديل واختبر اذا كان في مشكله ولا لا. صوتي كده واصل ورا؟ طب نقلت شويه يعني كل 3 دقايق ولا حاجه ان الواحد بيتعود على الصوت مع الوقت يعني فشوفوا كده مع الوقت مش عارف تسمعوا ولا لا. وانا هحاول اعلي صوتي شويه فعسى انه يوصل ان شاء الله. فزي ما بقول لكم كان عندي مشكله ان انا شايف انا دلوقتي قادر ان انا اشتري السوفت وير ده وقادر ان انا اشتري كتاب فليس لي الحق في ان انا ما اشتريهوش وليس لي الحق في ان انا احاول اصل الى نفس الكتاب ولا نفس المنتج السوفت وير ده بسعر اقل من سعري وحطيته في السوق. وبالتالي فكرت ان ما ينفعش اكمل كده يا اما ان انا هشتري حاجه بجد يا اما ان انا اوجد بديل ما فيهوش المشكله الماديه اللي بتعيقني دي. المشكله دي للعلم دلوقتي اخف كتير جدا بالنسبه لي. يعني لما كان وانا خريج سنه 95 مثلا كتاب ثمنه 120 جنيه 130 جنيه 150 جنيه دي سعر الكتب الحقيقيه وقتها يعني علما بان مثلا كنت بركب تذكره الاتوبيس من هنا ب 10 ساعات. حد فيكم دلوقتي بيركب ب 10 قروش؟ طيب بتركبه كام؟ جميل يعني بنتكلم على يا اما 10 ل 20 ضعف فرق 20 سنه. وبالتالي لو كان الكتاب النهارده ثمنه 1200 جنيه يبقى 10 اضعاف الثمن بتاع وقتي. لو كان ثمنه بنتكلم مثلا على 3000 جنيه ولا حاجه زي كده يبقى زي السعر بتاع وقتي. فكون ان كتاب النهارده الكتاب الاصلي بالنسبه لكم مش بهذه الاسعار فالحده الماديه اللي عندكم حتى اخف من الحده اللي كانت ساعه ما انا كنت زيكم في مدرجات هذا المبنى من 20 سنه. وبالتالي حسيت بالمشكله دي وفكرت طب اعمل ايه؟ بالنسبه للسوفت وير اللي هيتحل وكذلك هكلمكم على الحلول الاخرى اللي الواحد بيعملها. بس هبتدي الكلام ان هو دي كانت بدايتي. انا خريج قسم هنا اثناء الماجستير اعتمدت تماما على الشغل بتاع الفري سوفت وير وكذلك بعد كده في الدكتوراه لما انتقلت لستانفورد طوال السنين بتاعتي هناك اعتمدت على ذلك. وفي ميزه يمكن في كاليفورنيا بالذات كولايه في الولايات المتحده الامريكيه وستانفورد كجامعه ان كميه الاراء والافكار اللي موجوده فيها عاليه جدا. كاليفورنيا بتتمتع بانها اكثر الولايات تقريبا فيها اجانب والتعداد بتاعها كبير. احنا بنتكلم على حوالي 30 مليون مواطن عايشين في ولايه كاليفورنيا. وبالتالي كميه الافكار والرؤى المختلفه للحياه عاليه جدا. جامعه ستانفورد بالذات الشعار بتاعها لو هنترجمه بالعربي هنقول ان هو دع رياح الحريه تنساب. فلو هكتبه لكم كده ونتكلم عليه لحظات الشعار بتاع الجامعه هو دع او ترجمته بالعربي ممكن تتصور جميله دع رياح الحريه تنساه. ده شعار الى حد كبير مطبق هناك ان هو يعني افكار كثيره بتتلاقى افكار كثيره بتتلاقى من بعضها يعني بتتجمع على بعضها عشان تكون فكره
جدا والناس قابله جدا للعمليه دي. المنطقه بتاعت الباي كلها اللي فيها ستانفورد فيها كثير من هذه الافكار المتداخله اللي تنمو فوق بعضها. فبالتالي لقيت جو محيط حواليا بيساعدني ان انا افكر في الكلام ده. وطبعا ده بيتزامن زمنيا يعني مع انتشار الفري سوفت وير موفمنت والافكار القانونيه والبروجرامينج المتعلقه بيه. نشات الفتره دي وكبرت فيها وفهمت منها حاجات، وبالتالي افكاري اللي انا هحكي لكم عنها النهارده والخبرات اللي انا خدتها بقى لها 20 سنه بتنمو وارجو انها باذن الله تكون مفيده ليكم. بداية كده هنتكلم على العنوان بتاع المحاضرة. أنا كتبته بطريقتين، كتبت الحقوق الفكرية أو حقوق الملكية الفكرية. غالبا طبعا ما حدش يكون مكتوب في أي حتة قانونية غير إن هو intellectual property أو حقوق الملكية ثم الفكرية intellectual. نقطة الملكية دي هي لازم نحاول نفهمها النهارده. فأنا هخليها الأول الحقوق الفكرية، وإن لم نفهم كلمة الملكية معناها إيه نقدر نفهم دي. وحطها زي الكلام اللي عملته. لو هنتكلم بصورة عامة بيندرج إيه تحت الكلام ده؟ زي ما الدكتور عمر ذكر عندنا حقوق تأليف وبراءة اختراع والعلامات التجارية. ده بصورة عامة الثلاث حاجات اللي موجودين في أغلب الأفكار القانونية المتعلقة بهذا المجال في أغلب دول العالم. بعض الدول بتضيف حاجات أخرى زي التسميات الصناعية، زي استنبات تنجين نباتات جديدة، زي استخراج خلايا جذعيه جديده، ستانسلز جديده، او تغيير في الجينات. فالحاجات ممكن تختلف في بعض الدول وقوانين فايده، انما عامه الثلاث حاجات دول هم الثلاث حاجات الرئيسيه في اغلب دول العالم. طيب لو هنبتدي نتكلم عليهم ونبتدي نحاول نفهم يعني ايه ملكيه، ونتكلم على حقوق التاليف هنبتديها هنا في هذه المدخل ونكمل على الباقيين ان شاء الله. في حق طبيعي جدا في التاليف ان مثلا لو انا قلت لكم الدكتور عمر بيقول عيش حريه عداله اجتماعيه، وهو اول واحد في العالم فكر في هذا الشعار وهو اول واحد قال، طب انا ايه؟ طب انا اكيد كذاب رجاص، انتوا كلكم عايشين في البلد دي، انا عارفين ان الشعار ده طيل من 4 سنين في 2011 وان اكيد مش هو أول واحد قال. فبالتالي لو أنا عملت كده يبقى أنا نسبت الجملة دي، نسبت حق تأليف هذه الجملة لغير صحيح، وبالتالي أبقى غلط. ده حق أدبي لا يجوز إن إحنا نتغاضى عنه. فحقوق التأليف دي فيها جزء بتاع حق أدبي اللي هو معناه إن إحنا ننسب نسبة القول لصاحبه دون زيادة أو نقصان. صحيح الدكتور عمر قال القول اللي أنا قلته ده وقاله هنا قدام المعنى للعلم يعني، بس ما كانش هو أول واحد يقول، هو كان بيردده على الثانية نقول. فبالتالي ما ينفعش ان انا ادعي ان هو منشئ هذا القول، لازم انزل القول لصاحبه الحقيقي، وما ينفعش ان انا اقول كلام زياده على اللي هو قاله ولا انتقص من اللي هو قاله، لان ده ممكن يغير الفكره اللي هو قاله. فانا ما ينفعش ادعي على الانسان حاجه قالها وهو ما قالهاش، او بالعكس ادعي حاجات منتقصه من اللي هو قالها وبالتالي اغير مضمون الكلام بتاعه. الحق الادبي ده ثابت في جميع الشرائع الديانات وفي جميع القوانين وفي جميع الاعراف، ومفيش حد بيتجادل فيه كتير في اي حته في العالم. اللي بيتجادل فيه كتير الناس هو الحق الثاني بقى، حق الاستغلال.
ايه او معناه ايه. لو انا قلت لكم مثلا ان الدكتور عمر باع لي القلم ده، انا شريت القلم ده من الدكتور عمر خلاص. لو انا اشتريته منه ممكن استخدمه عشان اكتب فيه على السبوره دايما مش كده؟ لو فرضت ان انا عاوز العب مع اولادي في البيت ممكن امسكه واديه واحد من اولادي وابني يرجعه لي مش كده؟ ولا هو يحتاج ان انا يمنعني من حاجه زي دي؟ يقول لي لا ده انا كتاب لازم تكتب فيه على السبوره. فبالتالي انا ممكن استخدمه في المدرسه. انت مبني على كده؟ لو هو جه يقول لي لا انا عارف انك تستخدمه في المدرسه. الكلام ده صح ولا غلط؟ افتكروا الاجابه بتاعتي دي اللي هي اول اجابه قلتوها. الاجابه الثانيه طب ابني صغير بيقول لي الفتى يكتب ازاي؟ هل الحته ليا ان انا افتكره واوري لهم جوه الحبر موجود ازاي في السن ده واتكلمت منه ولا ممنوع ان انا اخلي ابني يتعلم الفتى يكتب ازاي؟ شايفين ان هو عادي مش كده؟ طيب لو الدكتور عمر جه قال لي لا لا يجوز لك انك تعلم ابنك او انت تتعلم الفتى بيكتب ازاي ولا بيعمل ازاي؟ شايفين ده صح ولا غلط؟ طيب ده موقف الاخلاقي الثاني اللي انتوا خدتوه، لحظه من مبادئ الاخلاق. فانتوا بتفكروا قلتوا موقفين ده. النقطه الثالثه طب افترضوا ان الماسكه بتاعته مش مريحاني. فانا مثلا رحت جاي استك او حاجه قماش لفيت عليها عشان تبقى مريحه اكتر وماسكه بيها. يجوز ان انا اعمل كده ولا الدكتور عمر من حقه يمنعني؟ يعني انتوا تسمحوا لي ان انا اعدل التصميم بتاع الدكتور بتاع القلم اللي بعته لي الدكتور عمر. ده الموقف الثالث اللي انتوا بتقولوه. تسمحوا لي ان انا اعدل التصميم ده. طيب الموقف الرابع بقى اللي هتاخدوه هنشوف هتاخدوا فيه ايه. لما انا حطيت عليه قماش كده بقى يعني سهل على ابني انه يمسكه وابني الصغير قرر ان هو يمسكه كده ويلون بيه كده على ورقه. عندكم هنا دي ولا في مهنة؟ من حق الدكتور عمر انه يمنع ابني ان هو يمسكه بالقماش ويلف بيه كده؟ طيب يبقى انتوا سمحتوا لي ان انا اعدل في ده واديه لشخص اخر والشخص الاخر ده يستخدمه. انتوا سمحتوا لي برضه حاجات استخدمه في اي وسيله بما فيها اللعب مع ابني. ان انا افكه اركبه اتعلم يتعمل ازاي واعدله واديه حد تاني. طيب خلينا بقى ناخد اي موقع سوفت وير من اللي بيبيعوا الشركات كده ونفكر ايه اللي بيحصل فيه. لما حضرتك بتطلع لايسنس على الشاشه وبتدوس اي اجري وطبعا بتقول عليه كل اللي مكتوب. اللي مكتوب ده فيه ايه بقى؟ بما ان انتوا اكيد عملتوها كتير انا عارف ان انتوا كل مره بتقروا البتاع عايزين حد يعملها وبتتاكدوا ان مفيش اي مشاكل قانونيه في اللي انتوا بتعملوه. هتلاقوا ان انتوا بتستخدموا لغرض محدد لا يجوز لك استخدامه في اغراض اخرى. لما تقرا البنود انت بتستخدمه لغرض محدد ولا يجوز استخدامه في اغراض اخرى. بمعنى ان ما ينفعش تلعب بيه مع ابنك. انا بقول لك لا ما تقدرش تكتب فيها السبوره البيضاء دي بس. ما تروحش تكتب فيه في المدرج اللي فوق، ما تروحش تكتب فيه بيتكم، لازم تكتب فيه هنا بس. لو استخدمته حضرتك على كمبيوتر تاني بماك ادرس مختلف مش المفروض يشتغل. انا بكلمكم بجديه. السوفت وير تولز اللي عندنا هنا في القسم اللي احنا مشترينها بفلوس من شركات الكاد تولز عشان الالكترونكس بتتباع بير سيت لمده سنه. يعني ايه بير سيت؟ يعني كرسي يعني على كمبيوتر واحد مربوطه بالميديا اكسس كنترول نمبر بتاع الايثرنت كارد اللي موجود داخل هذا الجهاز. ميديا اكسس كنترول اللي هو ماك الماك نمبر بتاع الجهاز صفر ده يشتغل على قطعه الهاردوير دي بس. ما تقدرش تاخده على قطعه هاردوير ثانيه تشغلها. حتى لو حضرتك قلت انا هرمي الهاردوير ده خالص واحط صفر على هاردوير ثاني ما ينفعش. اللايسنس طبعا على الماك ادرس ده عشان يستخدمه شخص واحد على جهاز واحد لمده قد ايه؟ سنه واحده. يعني انا اشتريت القلم ده من دكتور عمر ودفعت فيه فلوس والدكتور عمر بعد سنه يقول لي هات القلم بتاعي. يعني ده من حاجة تستخدمه ولا حتى مش هكتب على السبورة. مش هقول لك هتلعب مع ابني، لا مش هكتب دي على السبورة حتى زي ما وصل هنا. السوفت وير اللي بيتباع من شركة بروبريتري سوفت وير بيتباع بلايسنس تسمح لك استخدام محدد. في بعض الأحيان مش دايما بس في بعض الأحيان بيبقى لفترة زمنية محددة
على ماشين محدد. كثير من البروجرام فري سوفت وير بيبقى مسموح لك انك تستخدمه على عدد الماشينز، بس هي انت بس اللي تستخدمه. ما ينفعش ان انا ادي لصاحبي نسخه، ما ينفعش ان انا ادي لابني ولا لمراتي ولا لامي ولا ابويا، ما ينفعش، هو انا بس. وممكن ان انا اديله على عدد الماشينز، كثير منهم بيسمعوا كده. بس كثير ايضا بيقول لك لا، سنجل ماشين، سنجل يوزر، ليميتد بيريد اوف تايم. وبالتالي لما حضرتك تقرا اللي بقى الطويله دي وتدوس اجري، اعرف بس يعني الشروط بتاعت ايه، عشان ما يجيش بعد كده حد يقول لك وانتوا طلبه دلوقتي محدش هيغلط عليكم قوي. ليه؟ حد عارف ليه؟ ليه الشركه مش هتغلط عليك دلوقتي؟ بالظبط، دي شامل الهيروين اللي وقع عندي. التاجر الوقت على المصير بيشممك اول مره بس. بعد ما شميتها واتمنت خلاص. مش عارف؟ عاوزها، ما ينفعش، ما بعرفش اشتغل من غيره. بقى لي ثلاث اربع سنين في الكليه هو ده اللي بشتغل بيه. فالتشينج عشان اشتغل بحاجه ثانيه صعب جدا. وبالتالي حضرتك مدمن. وهتجرب لما هتجرب ان انت تغير السوفت وير اللي انت بتستخدمه حاليا على حاجه ثانيه، هتقعد اسابيع او شهور عندك مشاكل لسه بتعمل نوع من التعليم لدماغك ازاي الجديد ده بيشتغل. فهم عاوزين تفهم بعد ما الان سهل قوي الناس تبعها. وبالتالي الشركات مش بتحضر الموضوع، بس لو انا اتخرج اشتغل شركه زي ما حصل انا بقى لما كنت مهندس ابتديت اشتغل، لا في حاجه اسمها شرطه مصنفات فنيه. حد سمع عن النوعيه دي من الشرطه في مصر؟ في واحد سمعه وفي واحد كان بيهز دماغه، الحمد لله لسه ما جوش عندك يعني. بس هما لو جم عندك في الشركه واكتشفوا ان حضرتك عندك على اي الاجهزه بتاعتك حاجه غير سليمه، الاجهزه دي بتصادر والشركه بتتقفل بتتشمع لحد ما القضيه بقى تتحل يعني. فطبعا حضرتك بتخسر كميه موارد وفلوس ووقت كتيره. طبعا احنا في مصر، فبالتالي في مصر المصنفات الفنية بتيجي بتشوف ان الحاجات دي موجودة، بيحصل تفاهم عنها غير اخلاقي وغير قانوني وبيمشي. انا بقول غير اخلاقي وغير قانوني، بس الشركات في مصر بتتفاهم مع الشرطة في مصر الحمد لله. فكيف ده العالم مش كده؟ بمعنى ان كثير من الشركات المصرية اللي بتشتغل في المجال بتاعنا لما بتشتغل ويبقى عندها منتجات وعاوزة تبيعها للخارج، بتحاول تداري الاثار بتاعه المجال اللي استخدمها. كثير جدا من الالكترونكس اندستري في مصر هنا لما تيجي تبيع ديزاين لبره بتدعي انها شغاله بفري تولز وفري سيميليترز واللي اوت عملناها مش عارف ايه، واجرنا اسبوع واحد للتول الفلانيه دي من الحته الفلانيه عشان نعمل الشغل اللي هو مش ممكن يعمل في اسبوع، ده بيعمل مثلا ست شهور. علشان الزبون لو عرف ان هم عملوا كده والزبون ده كان على علاقه ما بالكاب تول كومباني اللي المفروض ان انا بديها السوفت وير ده، يبقى هم دول هيروحوا حاليا. فبالتالي في مصر اقدر الشركات تمشي امورها بطريقه غير اخلاقيه وغير قانونيه مع الشرطه بتاع مصر اللي هي برضه فيها مشاكلها يعني، انما مع الدنيا في الخارج بيحاولوا يغطوا على نفسهم ومش دايما بيفلحوا. فدي مشكله يعني، دي مشكله مثلا قابلت الجامعه الامريكيه من فتره واحد المعامل هناك اتقفلت بسبب المشكله دي. فبالتالي انتوا بعد سنتين من النهارده هتبقوا عايشين في نفس المشكله النفسيه اللي انا عشتها من 20 سنه، ولازم تختار لنفسك قرارات. الحقوق الاربعه اللي اتكلمنا عليها داخله هنا. انتوا قلتوا لي ان انا عندي حق الاستخدام في اي غرض. ده واحد. الحق الثاني قلتوا لي حق التعلم. الحق الثالث اللي قلتوا لي قلتوا لي حق التعديل. والحق الرابع قلتوا لي حق المشاركه. بمعنى ان انا غير ان انا استخدمه لاي غرض من حق اتعلم هو معمول ازاي. كم واحد فيكم شاف السورس كود بتاع ويندوز؟ طيب بتاع الوورد.
برنامج، تعلم ازاي تكتب برامج، تعلم ازاي. يوم ما كنت في ابتدائي في وقت ما كنت بتتعلم تكتب لغة عربية أو تكتب لغة إنجليزية أو فرنسية أو إيطالي أو أي لغة تعلمتها. اللي كان بيدرس لك كان أكيد بيقول لك أنت محتاج تقرا كتير عشان تعرف تكتب. صح ولا غلط؟ طيب أنت ممنوع تقرا سوفت وير، تكتب سوفت وير إزاي؟ مش ممكن. لازم تقرا كتير سوفت وير مكتوب كويس عشان تعرف تكتب سوفت وير كويس. الحاجات المهلهلة اللي بنشوفها نتيجة لأن أنت ما بتشوفش بعينيك حاجات كتيرة كويسة. أنت عمال بتشوف الكود بتاع واحد زميلك كاتبه. هو بيتعلم وأنت بتتعلم وأنتوا الاتنين لسه الإنتاج بتاعكوا ضعيف. فده بالظبط زي ما بتقول لي أنا كل اللي اتعلمته عشان أقرأ يعني عشان أكتب لغة عربية سليمة هو الكتابات بتاعت واحد في تانية ابتدائي. وبعدين أنت عمرك ما قريت لأي حد من الكتاب؟ يعني عمرك ما فتحت صحف كده وريت مثلا عمود نفترض لو حد كده زي فهمي ويلي مثلا عمرك ما عرفت؟ طب ما انت ما بتقراش في المستوى ده مش هتعرف تكتب، تكتب دايما زي تاني ابتدائي. فانت لو ما بتشوفش السوفت وير مكتوب على مستوى متقدم مش هتعرف تكتب مستوى متقدم من السوفت وير، مش هتعرف تكتب برامج متقدمه. انا طبعا بدي امثله كتير للسوفت وير لان انتم محتكين بيه كتير، بس الكلام ده برضه ينطبق على الكتابه بصوره عامه. كتاب الكتب، انتوا بتقروا كتب في مستوى مرتفع في الحياه الهندسيه طبعا دلوقتي، وفي يوم من الايام كنتوا بتقراوا كل المجالات اللي كنتوا بتتعلموا، وبعضكم قد يكون لسه عنده ثقافه عامه بيقرا في مجالات مختلفه، وبالتالي قدرتكم على الكتابه في مجالات مختلفه قد تكون الى حد ما بتنمو، انما قدرتكم على كتابه السوفت وير مضروبه في مخ، لان انتوا مش بتشوفوا السوفت وير مكتوب كويس. فحق التعلم ده هيجي من انت تقرا السوفت وير. انا هكمل وهدي وجهه نظر تاني لو تحب تدخل في النص مفيش مشكله. انا بس انت حضرتك لحد دلوقتي قلت وجهتين نظر. وجهه النظر الاولانيه اللي هي هل احنا من حقنا ان احنا نعمل الحاجات دي، ان انا لو اخدت قلم ان انا اعدل عليه او غيره. فقلنا ان المفروض ان حقنا كويس. بس القوانين بتقول ان مش من حقنا. وبالتالي فانا لما فتحت السوفت وير يعني هو المفروض يعني احنا كده بنقول تقريبا ان القانون شخصية لا اخلاقية. مش بالظبط، لسه ما وصلتش. انا عامة بطيء وهتشوفوها فيا في خلال فيكم يعني هنتابع بيها في التدريس. بطيء جدا ودايما بتحصل المشكلة اللي قبل الدكتور عمر دي ان اللي قاعدين قدامي بيبقى بيسالوا على حاجات بيمروا بعدين. فانا يعني جاي وهقول لكم بعد شوية هتسمعوني يقول ان الافكار كويس. صبرا ما هنوصل. الابتكار احيانا هيكون كويس طبعا وهنبرر ذلك اخلاقيا برضه بس انا بطيء فهنوصل ان شاء الله. حق التعلم هيجي من انت تقرا كتير وتشوف حاجات كتير وتتعلم من اللي غيرك عمله قبلك. فده الحق التاني اللي اتكلمنا عليه ان انا ممكن افتح خلال ده واتفرج عليه جوه واقول ازاي عشان اعرف اعمل كلام زي ده. عجبني النسيج التصميم الطاقه بتاعتك ده اتفرج عليها امسكها الس النسيج بيجي لي اروح عند حد بتاع غزل النسيج اعمل حاجه زيه اقارن اشوف احسن ان جوده الانتاج بتاعي اتعلم. فده حق جميل جدا محتاجينه كتير. لو منعتني منه هيبقى عندي مشكله. التالت حق التعديل ان انا هعدل القلم التصميم بتاعه واغيره شويه وده اللي سمحتوا لي بيه برضه. والرابع فالتعديل دي لو انا عندي سورس كود مفتوح وموجود فمن حقي ان انا اغير فيه. طبعا احنا شايفين ان هو اصلا البروجرام سوفت وير اغلبه بيسمح لك بجزئيه من الحق الاول انك تستخدمه لبعض الغرض وليس لاي غرض. فبالتالي الحقوق مش شامل فيه. انما الفري سوفت وير بيسمح لك بالاربعه. وفري يقصد بيها في هذا المجال حر وليس فري بمعنى مجاني. يعني انا ممكن ادي لك الحقوق دي كلها وبرضه ما بيعملش فلوس عشان انا حطيت وقت ومجهود عشان اعمله وفي فلوس ممكن استردها في مقابل المجهود ده. انما لما تاخده مني والله انت راجل مستغني وعاوز تجيب بلاش للغير حق المشاركه. بمعنى لو الدكتور عمر انا اشتريت منه القلم ده مثلا ب يعني هو راجل طيب
هيجيبولي 50 جنيه بس. هو مقدر مجهوده بالقلم 50 جنيه، فانا اشتريته 50 جنيه. وانا راجل مستني. فروح لقيت حضرتك كده مجانا. حقي انا حاضر. وهو ما يقدرش يمنعني ان انا اشتري منه قلم ب 50 جنيه. 100 قلم ب 50 جنيه. ووزعها عليك مجانا. هو كسبان ما فيش مشكله. فبالتالي الحقوق دي موجوده في الفري سوفت وير. بتبيعوا بقى بفلوس. بتبيعوا مجانا انت حر. انما لك الحق ان انت تستخدمه يا رب، لك الحق ان انت تبص في السورس كود وتتعلم ما فيه وتفهم هو معمول ازاي، لك الحق انك تعدل في ده، ولك الحق ان انت تدي الحاجات اللي متعدله بتاعتك او الحاجات الاصليه لغيرك زي ما انت عايز. بأي كميات. مع الحفاظ من حتى ده، حق الهدف. لو حضرتك عدلت تبقى التعديلات دي بتاعتك انت، ما تنسبهاش للمؤلف الاصلي. عشان لو حضرتك ادخلت مشاكل في البرنامج يبقى معروف في التشينج لوج بتاع البروجرام كده مين عمل ايه. العك ده جاي من حسام والفضائل دي جايه من عمر. ما يبقاش ما تسيبه كله لعمر والناس تكتشف لا ده مش عمر اللي عمل العك ده كله. البارز دي كلها جايه من شغل حسام. فبالتالي الحق الادبي لازم يكون واضح مين عمل ايه بالظبط. وبالتالي تلاقي الكوبي رايتس بتاع الفري سوفت وير متوقف في التشينج لوجز بتاعتها في التغييرات اللي اتعمل فيها، مين عمل ايه امتى وتاثير العمل ده ايه وسبب اللي اتعمل ده ايه. هل مثلا كان بيحاول يصلح شيء سابق كان موجود فيه مشكله، ولا كان بيضيف خاصيه جديده، ولا كان بيتصرف ازاي. فبالتالي دول كلهم حاجات حقوق الفري سوفت وير بيديها. اللايسنس بتاع الفري سوفت وير بتنص بقى على الحقوق دي بطرق مختلفه. وبالتالي في عشرات ان لم يكن مئات من الفري سوفت وير لايسنس. رخص الحاجات دي كتيره. لان دي حتى في الحد ذاتها انت حر اللي انت عاوزه. عاوز تكتب الرخصه بالشكل ده، عاوز تسمح ان الرخصه دي تترجم الى لغات اخرى وتكون كل اللغات متساويه في القدره القانونيه بتاعتها، ولا لا لازم اللغه الاصليه اللي انا بدات بيها هي اللي لها الاولويه القانونيه. انت حر اكتب الصياغه اللي انت عاوزها في اللايسنس ودي، بس غالبا هتلاقي ان هو المربع حقوق دول على الاقل منصوص عليها بصوره واضحه في اللايسنس. بعض اللايسنس بتقول لك اللي انت عدلته وبتشارك غيرك ده لازم يبقى برضه الجديد، لازم يبقى برضه تحت نفس الرخصة اللي بتمنح الأربع حقوق دول. وبعض الرخص بتقول لك لا مش لازم. يعني أنت ممكن تاخد الحاجة بتاعتك وتتعلم وتعدلها وتديها لغيرك، بس لما تديها لغيرك تمنع غيرك من الحقوق دي. إيه رأيكم؟ ده أخلاقي ولا غير أخلاقي ولا إيه الأخلاق؟ طيب، لحظة إن ده بقى موقف هيبتدي بعضهم يهز كده وبعضهم هيبتدي يهز الحاجات كده، لأنه هيبتدي يفكر في دماغه الكلمه دي. هدف دول كان اصلا ان يدي حقوق وحريات للي هياخد مني السوفت وير. طب لما انا اجي اقول له لو عدلت وهتدي الجديد ده لحد تاني، انا بجبرك اجبار انك تستخدم نفس الحياه دي. يبقى انا كده بحيد من حريته اهو. يعني كنت بعمل الحاجات دي اصلا عشان دي حريه. بس جيت انت وتمنع الحريه بتاعتك، قلت له لا ده لو هتعادل وهتديه للغير فدول حريتك تقف هنا، لازم الجديد ده تديه نفس اللايسنس اللي انا مديها لك. ما ينفعش تديه لايسنس تاني. ففي ناس بتقول لا انا مش هديله الحد ده لحريته. انا هطلق يده كمان في يد عاوز يقفله على نفسه وما يخليش الناس اللي بعد كده تشوف هو عمل ايه. هو حر. بس الناس المجتمع هيبقى فاهم ان الشخص ده اللي بيدخل عنده بيتسد بعد كده، بينما اللي عندي انا او اللي عندك انت او اللي عندك انت او اللي عندك لما بنعدل حاجه وبنعرضها للغير بنديلهم قوه وحريات كمان. فبالتالي الحته دي من المجتمع هتنمو، والحته اللي فيها السد ده هتقف عليه. ده فكر بعض الناس. وبعض الناس بيقولوا الموقف اللي هو بعضكم اللي قالوا من شويه ده، ما دام اديت مجهود يبقى لازم انت كمان اللي هتورطه لغيرك تورطه دول بقى. اللايسنسز اللي بتحتاج بصوا فيهم وقراوا عليهم وتعلموا التفكير بتاعهم.
بس في النهاية عمليتين نكتشف ان زي ما كنت بقول لكم من شوية العملية مش مجانية قدر ما هي حرية. فالعملية مش بس النظرة الاقتصادية المالية للموضوع، هي نظرة حرية، ان انت عاوز تعطي الغير حريات يتمتعوا بيها، حقوق يحصلوا عليها، وبالتالي انت بتحاول الحرية دي تنقلها لغيرك. وفي نفس الوقت بتحاول ان انت تحصل على ما يكفيك لمعيشتك انت الحياتية. طيب ده بقى يورينا لنقطة مهمة، هو لو عرفت تشتغل تاخد فلوس ليه؟ بيقول لي يعني مقابل اللي هي عليها، طب مش عاوز اشتغل كده دلوقتي؟ لا، في سبيل الله، في سبيل الوطن، عشان تحيا مصر، عشان اي حاجه من الشعارات الجميله يعني، ما ينفعش تشتغل مجانا يعني. عادي ماشي، امري والله، ما ده اللي احنا بنعمله فيها. فاذا انت مفكر ان هي المفهوم اللي هي قالته ده ان العمل يقابله مكسب، او ان انت لو عملت شغل في بيدر عائل في ناحية تانية، ده المفروض. فبالتالي أي مجهود بطلبه متوقع مستوى طبيعي كده في التفكير البشري إن المجهود يقابله عائل، وبالتالي المفهوم ده موجود طبعا عندنا بالنسبة للمسلمين في القرآن، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول. فبالتالي المفهوم ده موجود من زمان. المفهوم ده عبر عنه ناس كبيرة وظهر كبير قديما وحديثا، وهو ده المفهوم اليوتيليتاريان المبني على العائد اللي بيبرر وجود قوانين تحمي هذه الحاجات. ان اي حد عمل الف كتاب، كتب سوفت وير، عمل اي شيء صياغه مكتوبه لفكره، التأليف بتبقى صياغه مكتوبه لفكره، الاختراع كان على الفكره نفسها حولتها الى شيء مادي مكتوب. ثم الحاله التجاريه دي بتبقى حاجه بتقول بس يعني ده بتاع شركه فلان وده بتاع شركه فلان. في مجهود اتحط في الحاجات دي، على الاقل الاثنين دول واضح بالظبط ان في مجهود اتحط فيها. وبالتالي احنا عايزين نسمح للحط المجهود ده ان يحصل على عائد. وليس الانسان الا ما سعى. السعي ده شيء مهم في الحياه. تعالى تاني مثلا سيدة هاجر أم إسماعيل مصرية عملت السعي بين الصفا والمروة، وربنا سبحانه وتعالى جعله إحدى الشعائر الأساسية في الحج عشان للمسلمين، عشان نتعلم طوال التاريخ إن السعي مهم. أنت اشتغل اعمل، هديلك الثمرة دي إزاي وإمتى يمكن ما تكونش واضح بالتحديد. المبدأ ده عبر عنه ناس كتير، جون لوك أهل الفلاسفة الإنجليز من حوالي 5 قرون عبر عنه بصياغه شبه قانونيه وفكريه، اتبنى عليها بعض المبادئ اللي ادت الى هذه القوانين في العالم الغربي مع تطور الوقت. وبالتالي فكره يعني علاقه العمل بالكسب دي شيء مهم. ما ينفعش ان احنا ننفي ان اللي حط مجهود لازم ياخد فلوس، لازم يعني يعوض عن المجهود بتاعه. طيب واحد اخترع اختراع، قال لنا لأول مرة ازاي ممكن نعمل ألم الصقور ده، أو طلع لنا علاج لإحدى الأمراض المستعصية اللي في البلد، أو اخترع لنا يعني أحذية ما تزحلقش في المطر، أو أي حاجة. وبعد ما عملها لأن أنا لو قلت للناس البتاع دي بتتعمل ازاي؟ كل الناس هتنفذها، وبالتالي هيبقى في منافسه كتير قوي ليا في السوق، ومش هقدر ان انا استرد اي حاجه من الفلوس اللي انا هحطها عشان اعمل الكلام ده، وبالتالي انا مش هقول حد. هو فكر من نظره نوعيه، عاوز يوفر لنفسه فرصه استغلال لفتره بان هو يبقي سر الصنعه عنده عشان ما حدش يقلد الصنعه دي، وبالتالي يقدر يبيعها ويسترد بعض الاموال اللي انفقها عشان يستخرج هذه الفكره.
الحكايه كانت مقلقه جدا لكثير من الدول الى القرن التاسع عشر، حتى الناس فكرت فكره لطيفه. طب ايه رايك؟ مش انت عندك فكره وبتحاول تنتج بيها حاجه ومش عاوز تقول للناس عليها؟ انا بقوه القانون، بما ان انا دوله ودوله انا، هديلك الحق انك تحتكر، ولاحظوا ان احنا بنديلك نفس كلمه تحتكرها، تحتكر استخدام هذه الفكره لفتره زمنيه، بس بشرط تقول للناس ان هي دي تعمل ازاي. هتلاقوا ان كل القوانين اللي بتتعرض للحاجات دي، قرارات اختراع وتجنيد كلام من ده، بتدعي انها محطوطه عشان الصالح العام. بمعنى انا بدي لك حق انك تستخدم الاختراع بتاعك وتحتكر، انا في الدوله بدي لك حق انك تحتكر الاختراع بتاعك لفتره محدوده، بشرط انك تفصح عن كيفيه عمل الاختراع. حيث ان غيرك يصل الى حد التعلم ده ويعرف الاختراع ده بيعمل ازاي، يبقى كل ممكن ان هو بيعرف الحاجات دي بتتعمل ازاي ويطور عليها ويطلع منتج جديد. فالقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نشأت مكاتب براءات الاختراع في دول مختلفة، وقوة القانون بقت الدول بتقول انا هدي لك حق استغلال الاختراع بتاعك، استغلال احتكاري، لا يجوز لاي حد غيرك ان هو يعمل هذا الاختراع ينفذه، لا يجوز ان هو يستورده من دولة تانية، لا يجوز ان هو يعدله، لا يجوز ان هو يبيعه، لا يجوز اي حاجه. انت الحق فيه تماما، واي حد عاوز يعمل اي حاجه لازم يرجع ياخد منك رخصه مش نفس الكلام. وهدي لك حق لمده سنتين. بعد السنتين دول هيكون الناس كلها بقت عارفه عن الاختراع بتاعك ده من جهه التعلم، وانت استغليته شويه فبقى يجيب لك عائد اقتصادي مربح معقول، وبالتالي يبقى انت بتحقق بعد ذلك ان المنافسه مفتوحه، الناس كلها عرفته والدنيا مشي. ايه رايكم اذا كده قانون كويس وقانون وحش؟ طيب من وجهه النظر بتاعت ان احنا نقول ان هو هديله يعني حق في ان هو يسترد بعض الوضع والمجهود عشان يعود عليه بالفائده، ده كويس. من وجهه النظر بتاعت ان انا الباقيين هيتعلموا، كويس. من وجهه نظر ان هو بعد سنتين بس الدنيا هتبقى مفتوحه، الفتره الحاليه قصيره، بعد سنتين بس الدنيا هتبقى مفتوحه، كويس. بس المشكله ايه بقى؟ ان ده كان في القرن 19. النهارده الفتره الحاليه دي بقت قد ايه؟ 20 سنه على الاقل بالنسبه لقرارات الاختراع، وممكن تمتد ل 20 سنه كمان، يعني تبقى 40 سنه. وبالنسبه لحقوق التأليف بقت الحمد لله بالنسبه للاغاني والموسيقى، حد فيكم يسمع نوع من الاغاني اسمه ام كلثوم؟ الحمد لله. مات فين الله يرحمه بقى؟ قبل ما تولدوا بكتير. قبل ما تولدوا ب 20 سنة. طيب، مين اللي لحد النهاردة له الحق الوحيد في استخدام أغاني أم كلثوم؟ شركة القاهرة صوتية الحريات. لحد النهاردة بعد استثمار 40 سنة ولسه بدأت 30 سنة كمان إن شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية. فبالتالي احنا بنتكلم على ان العمليه بقت طويله قوي. فالغرض الاصلي من القانون كان نشر المعرفه والتعلم وزياده التبادل ما بين الناس للمنفعه العامه. مع ضغوط اقتصاديه بتاعت الشركات والمنتفعين اقتصاديا، حق الاحتكار حق لذيذ حلو، اللي بيحتكر اي حاجه عاوز يكمل الاحتكار ده. وبالتالي عاوز يستمر فيها. استمر فيها لحد امتى؟ بعد سنتين طبعا زودوا شويه، زودوا شويه. حاليا بنتكلم في بعض الدول على 70 سنه بعد وفاه المؤلف المصري بالنسبه لحقوق التاليف، وبالنسبه لقرارات الاختراع بتبقى الحد او البدايه بتاعت 20 سنه، ثم ممكن تمتد 20 سنه كمان. فبالتالي النهارده في كثير من الناس من الناحيه الاخلاقيه بيقول لا، القوانين دلوقتي دي مش هدفها المصلحه العامه. القوانين دي بالعكس هدفها دلوقتي المصلحه الخاصه بتاعه الشركات المحتكره وليس المصلحه العامه. فاذا ده يقول لنا فكره الاحتكار، هو الاحتكار كويس ولا غلط؟ في المثال ده ان انا بحتكر حاجه
مادية ملموسة، اللي هي مثلا أنا بفتكر الليلان دي، وبالتالي بلاقيها في السوق مش زي الراجل الطيب دكتور عمر نصر اللي بيبيعها ب 50 جنيه، لا أنا ببيع القلم ده ب 500 جنيه. وأنتم عندكم احتياج حقيقي للقلم ده، مفيش حل غيره، فبتشتروا الثمن ده. ده حصل في إيه؟ في الأدوية. يعني كمثال في خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين مع انتشار مشكلة اتش اي في الايدز، الأدوية اللي كانت بتحد شوية من انتشارها كانت بتتعمل باتنتد بسعر غالي، فاحنا مفتكرينها وبس، عاوز تدفع ادفع، مش عاوز تدفع بلاش. فده أدى إن في 25% من مواطني مثلا من دولة في جنوب أفريقيا بقى عندهم المرض. وهي كده عاجبك عاجبك. النهارده في البلد اللي احنا نسبة يعني فيروس الكبدي برضه في هذه الحالة ربع المواطنين عندهم الفيروس الكبدي سي. يا ترى حد عندكم عنده فكرة يعني سعر السلطات دي كم؟ كويس كام بقى؟ العلبة ب 14. العلبة بكام؟ علي صبحي كام؟ 14. زي ما بتقول العلبة 14000 نسبة مدعمة. العلبة ب 14000 جنيه. بتخلص كل قد ايه يعني؟ او بياخد حوالي كام علبه ولا ايه بالظبط؟ هو المفروض بيبقى 6 علب على ما اعتقد. 6 علب؟ 6 في 14 بكام الايام دي؟ ملك 84000 جنيه. ده علاج 84000 جنيه. ليه؟ لان الشركه المنتجه محتكره العلاج، هو بتاعنا. عاجبك اشتريه بالثمن ده، مش عاجبك خلاص هتتاخد. بالنسبه للدول بقى اللي عاوزه تاخد راس التخفيض، ممكن ان هي تشتري بالثمن ده، وزي ما كنت بقول شويه انا هشتري القلم ب 50 جنيه منه، بس هديهولك بسعر متهاون مجانا، ده بيني وبينك بقى. فده احد الحلول. اتفضل. المشكلة بقى هي طول الفترة دي قد ايه؟ وهل بعد ما استفاد اكمل في هذا الموضوع لفترة زمنية اطول ولا كده كفاية؟ ما حدش بيعترض على ان اكيد زي ما زميلتنا قالت العمل لازم يبقى فيه مكسب بلا جدال. دي مفهومة ومطبقة في كل القيم البشرية. لكن لحد امتى؟ بمعنى اما انت عملت العقار ده وخلاص بعت منه ملايين من وحدات العقار او من المنضده او القلم او ايا كان، وحققت المكسب بتاعك والباقي بعد كده خلاص ربح صافي، لحد امتى تفضل فيها السعر ده؟ هتعمل لك مشكله ثانيه. طب ما انا لو ابتديت بعد كده ارخص السعر، بعض الناس اللي كانت بتشتري مني في الاول هتقول انا مش هشتري دلوقتي، هستنى لما السعر يرخص، فمش هقدر احقق المكاسب بتاعتي بسرعه، فمش هقدر ارخص السعر، فبتدخل في حاله مفرغه من الفكر برضه بتاع طب امتى ممكن اقدر اقول انا كده حققت مكاسبي ارخص السعر. فاللي انت بتقوله ده جزء من المشكله. الكلام اللي احنا بنتكلم فيها مش هقدر اطلع لكم الحل النهارده. فهو دايما هتلاقوا في وجهات نظر مختلفه. الحياه الانسانيه بصوره عامه ما هياش واحد زائد واحد يساوي اثنين وبس، لا ممكن يكون لها حلول اخرى. حتى احنا عندنا واحد زائد واحد احيانا يساوي واحد زيرو زي ما انتم عارفين، مش لازم تساوي. فبالتالي المشكله هي بتاع الاحتكار اللي هنا ده هنخليه لحد امتى. في حاجات احنا كبشر بنقول لا الاحتكار ده هنسيبه دائم، هندي لهيئة أو لجهة معينة حق احتكار دائم لشيء معين، لأن احنا شايفين ده صح. فده اللي كنت بقوله إن أنا بعد شوية هقول إن الاحتكار أحيانا في بعض الحاجات في بعض المفاهيم سليم. كمثال، من اللي له حق إصدار قانون في بلد؟ أنا؟ الشعب كده عامة يعني الناس ماشية في الشارع سويين الرواسب بعضهم يقولوا طب عمرك قانون دلوقتي عشان سواقة الكورة.
وزاره الشرع؟ جميل، انت بتقول ان في مجلس شرع فيها تشريعيه برلمان كونجرس سميدا تسميه كل دوله، بس في جهه الشعب بتاع كل دوله بيعطيها حق احتكار اصدار قانون، ولا يجوز لحد تاني ان هو يصدر قانون للابد. يعني المفروض انها هذه ممتده مش فتره زمنيه ممتده. من اللي له حق حمل السلاح واستخدامه في الدوله؟ جميل، في الدوله بتاعتنا هنا الجيش والشرطه. الجيش نوعيات من السلاح والشرطه نوعيات من السلاح. هل يحق للموظفين حمل السلاح؟ حاجات محدده جدا لاغراض محدده. وبالتالي في حقوق احتكاريه في بعض الاشياء. طب هل ده قانون كل الدول؟ لا. هتلاقي مثلا في امريكا القانون بيعطي المواطنين حق حمل السلاح لمنع تداول السلطه التنفيذيه على المواطن. ده السبب بتاعها. ده موجود كده في الدستور انها علشان المواطن، المواطنين يعني مش مواطن واحد طبعا، المواطنين يبقى معاهم سلاح لو السلطه التنفيذيه حاولت تتجول على المواطنين، المواطنين معاهم سلاح هيقولوه. وهي مكتوبه كده بس بسيطه جدا. من لو حتى احتكار ان هو يقول كل الذكور اللي موجودين في القاعه معانا النهارده عليهم خدمه الزاميه؟ مش بتكلم على الناس، بتكلم على الذكور. في بلدنا هنا الجيش في الدستور موجود في حاجه اسمها خدمه اجباريه. وبالتالي ده حق احتكاري. الشعب ممكن يقرر ان هو يمنع هذا الحق او يمنعه. طيب بالنسبه للبنات، في دول تانية بتجبر على هذا ايضا؟ في. احنا هنا الشعب بتاعنا هنا اختار انها الذكور وليس الاناث. انما الشعب اللي عيننا في الخريطه اختار انها ذكور واناث. الكل ذكور واناث لازم يدخلوا خدمه الجيش. هي كده. شعوب اخرى في العالم بتجبر، طبعا الاجبار عكس الحريه، مش انا بتكلم كده. الاجبار عكس الحريه. كان في شعوب اخرى بتجبر المواطن على الخدمه بس مش لازم الهيئه الواحده اسمها الجيش. كمثال لفتره زمنيه طويله فرنسا كان عندها خدمه الزاميه ايضا ذكور واناث. هذه ورديه بس يعني كان عندها لفتره زمنيه طويله خدمه الزاميه ذكور واناث. بس مش هيئة واحدة فاكرة اللي اسمها الجيش. كان الهيئة متعددة. فكان أغلب الإعداد التعليمية اللي ترسلها فرنسا إلى دول الفرنكوفون من ناس بيعملوا خدمة نظامية. فاللي عنده قدرة تعليم تدريس يروح يدرس. اللي عنده يشتغل في مستشفيات يشتغل. اللي عنده قدرات حرف مثلا بيشتغل في الحرب بتاعته، اللي بيشتغل في المصانع يشتغل. لمدة سنة ونص أو سنتين على حسب المدة دي يعني في القرنين المختلفة في فرنسا كان عليه خدمة ذكر او انثى، عليه خدمة الزمان. قول ايه؟ حاليا هو بيت. لان الشعب اختار ان هو يزيل هذا الحق الاحتكاري للدولة. فبالتالي احيانا في حال مثلا اصدار قوانين احنا بنختار ان يبقى في جهة واحدة لها حق احتكار هذا الموضوع. واحنا شايفين ده صح وده يدوم الى الابد. في بعض الحاجات الثانية بنختار حقوق احتكاريه معينه. بعض الدول بتختارها بطريقه، بعض الدول بتختارها بطريقه ثانيه، بعض الدول بتلغيها. دي حقوق لازم نفكر هل هي صواب ام خطا في الظروف بتاعتنا وعلى مدار الزمن. فاحنا لنا هنا في البلد اللي احنا فيها دي اختارنا اختيارات صح او غلط انتوا هتقرروا. مش انتوا بس طبعا، انتوا في بقيه البلد. 90 مليون يعني هنقرر اذا الحقوق الاحتكاريه دي تبقى تزول تزيد تقل بتاعها. لان المفروض ان احنا مصدر السلطات وبالتالي احنا بنحقق الكلام ده. الكلام اللي هنا بقى بيتكلم جدا ان قرار الاختراع حق احتكاري للمخترع ان هو لفتره زمنيه محدوده المفروض عماله بتقول بس هي المفروض كان قصد تبقى محدود ان هو يستخدم الاختراع بتاعه. طيب العلامه التجاريه اخبارها ايه؟ اللوجو بتاع مثلا فودافون، اللوجو بتاع موبينيل، هل يجوز ليا انا اروح واخد اللوجو بتاع اتصالات ولا موبينيل ولا فودافون ولا اي شركه شيبسي كوكا كولا اي حاجه من دي واجيب منتج بتاعنا انا اللي عامله احط عليه اللوجو ده واقول لك
داخلتي. طب انا في كفر الرسمة دي بالذات انا سمحت لفودافون انها تتكلم ليه؟ وليه قلت ان الاحتكار هنا شيء جميل واخلاقي وكويس؟ طيب فده زميلي يقول لي حاجه بتعبر عن هويه الشركه، عن الشركه نفسها هي مين؟ اتفضل. ممكن حد ياخد اللون ده ويعمل اعمال غير اخلاقيه وهتبقى من الشركه. جميل، معناه ان احنا اذا بنرجع تقريبا نقول الكلام ده هنا. ان عشان احقق نسبه القول او حال المنتج لصاحبه لازم ابقى عارف ازاي اميز الصاحب ده. انا اسمي حسام والراجل اسمه عمر. لو هو حاول يقول لكم انا اسمي حسام عليه مثلا فهمي ودكتور تريد ان اسافر منه ينفع؟ هو كده بينتحل شخصيته، بينتحل الحاجه اللي انا المجتمع بيديني حتى افتكارها اللي هو اسمي شخصيتي، وبالتالي انا بحتكر اسمي شخصيتي. الافكار ده سليم وكويس واخلاقي وكل حاجه، ده افكار كويسه افكار مفيده، لانه لو ما كانش عندنا هذه الامكانيه كان هتبقى عمليه مفروضه خالص، ما يبقاش له معنى الكلام ده لو ما قدرتش تفرق الناس على بعضها يعني. فبالتالي العلامات التجاريه محدش بيعترض عليها خالص. فاهم انت معايا؟ الناس كلها بتفكر من حق كل انسان او كل شركه او كل هيئه ان يكون لها شخصيه تعبر عنها بكلمه، باسم، بشعار مرسوم، بالوان، ايا كانت طريقه التعبير. وهذه طريقه التعبير لا يجوز للغير ان هو يستخدمها. طيب هتيجي مشكله الطياره. انا اسمي حسام، ماشي؟ في حد هنا في الدرجه اسمه حسام؟ جميل. الزملاء اللي اسمهم حسام هنا يجوز ان انا اتكلم معاهم عشان اسمهم حسام زي استخدام اسمي؟ عشان عملنا مشكله احتكار؟ هتحصل دي مشكله بس. لان انا شركه موجوده في مكان في مصر مثلا، ورحت لاول مره افتح شغل في ليبيا. وانا الشركه بتاعتي مثلا اسمها نفترض شركة الحجاز. ورحت افتح شغل في ليبيا لقيت في شركة تانية هناك اسمها شركة الحجاز. مشكلة. وبس. وبالتالي بيحصل احتياج ان انا لو في اثنين هيجوا في منطقة واحدة يقدموا نفس العمل، وهما الاثنين كان ليهم نفس الاسم التجاري او العلامة التجارية او اي حاجة، بيدي اثباتية عندها للاول اللي كان موجود الاول. والثاني بنقول له لا، لازم تغير حاجه في الشعار بتاعك، في الاسم بتاعك، في اي حاجه علشان يسمح لك بالعمل هنا. او اتفق بقى مع الجهه موجوده الاولاني ده انك تشتري منه العلامه التجاريه دي ويسمح لك باستخدامها. وده برضه بنعتبره اغلب البشريه يعني واغلب الناس بتعتبر ان عمل منطقي واخلاقي مفيش اي مشكله. فبالتالي لو انا بفتح شركه جديده في ليبيا اسمها وشعارها بنفس اسم شركه موجوده في ليبيا، وانا قدرت اتفاهم مع الشركه اللي في ليبيا دي سيبوني الاسم ده وهدفع لهم فلوس، ماشي. الناس يعني بعد اذنك وانا معاك مبرر هنا ما تسميش نفسك حسام، سمي نفسك اي حاجه ثانيه. بس لو هو قابل خلاص لم يقبل يبقى هو الاسم حسام وانا لازم اسمي الاسم ده، لان انا جاي بعد هو الاصل وانا الفرق. فده موضوع العلامات التجاريه. فالثلاث حاجات دول هما اللي بيمثلوا حقوق فكريه لانها اساسا نابعه من افكار. دي فكره تم استخدامها، دي فكره تم تنفيذها في شيء مادي، ودي فكره بتعبر عن هويه الانسان. فدي كلها حاجات فكريه، وبالتالي في حقوق فكريه. مشكله الملكيه بقى ان احنا زي ما اتفقنا عشان يبقى عندي ملكيه ممكن يبقى عندي حقوق كلها. انا حر استخدم القلم فيا. لو ما انتش مديني حق الاستخدام ده يا غلط وبتحب الحق بتاعي ده يبقى انت مش مديني ملكيه، انت مش مالكني حاجه. انت مديني رخص استخدام لغرض محدد لفتره معقده. اللايسنس بتاعت السوفتوير اللي بتقول اي اجري دي رخص استخدام لفتره معقده لغرض محدد. وليست
انت دفعت فلوس، المفروض يعني انك تدفع فلوس عشان تستخدم قرار محدد لفتره مؤقته مش عشان تمتلك. وبالتالي كثير من الناس بتتكلم ان هي مش حقوق ملكيه. لو ما انتش بتديني كل الحقوق دي يبقى انت مش مديني تملك. انت جاي مأجر لي السوفتوير وليس ان انت مديهوني حق كامل. طيب عشان تيجي تفهم يعني ايه ملكية اكتر وايه المشاكل اللي بتنتج منها هتيجي تفكر في حاجة تانية. فيكم حد جعان؟ كده جميل جدا. لو انا قلت لكم ان الدكتور عمر ربنا يبارك له بما ان هو يباع الكثير من الاحلام بالسعر الغالي اللي هو باع بيه ده هيجيب كل قلم من المئات اللي انا اشتريتها منه واجبة هنا على هذه المنطقة الجميلة وانتم كلكم مسؤولين تاكلوا منها. اي حد عايز ياكل اي حاجة يتفضل ياكل. فانتم الحمد لله عرفتوا دلوقتي مثلا ايه بتاع 100 حاجة كده. فلو عندنا هنا 10 اطباق الراجل الحمد لله جايب 10 اطباق اكل يكفوكوا؟ طب لو انا قلت ان 10 اطباق دول عشان انت بس يكفوك؟ ان في حاجه ماديه ملموسه لو انا خدتها كلتها يبقى انت اكيد ما خدتهاش. هي حاجه واحده لو انا خدتها يبقى انت ما خدتهاش. طيب في المقابل انا بقيت ساعه بتكلم مثلا وعمال بقول لكم افكار. الافكار اللي انا بقولها دي لما انا قلتها لكم ما انا قلتها لكم كده خلاص انا ما بقيتش معايا بقيت معانا. بس انا لو طلعت سندوتش واديته لكم يبقى اكيد انا معايا مش معايا. هو الحاجه الماديه لو اديتها لك وما اديتها لك بقيت بتاعتك ما بقيتش معايا. حاجه فكريه مش كده. حاجه فكريه لما انا اديتها لكم بقيت معايا ومعايا. تضاعف ما انقسمتش. احنا الناس بنتكلم على حسابات كتير احنا مهندسين وعارفين يعني الفرق ما بين القسمه. لو انا عندي ساندوتش بس ده بين اثنين يبقى واحد نص. بس لو عندي فكره وشاركتها ما بين اثنين لو عندي يعني فكرتين فكره في دماغي وفكره في دماغي ما بقولش نص فكره عندي نص فكره عندي. ما في اثنين عندهم الفكره دي. وبالتالي لو انا في مكان ممكن انفذ الفكره وهو في مكان ينفذ الفكره برضه. فمشاركة الأفكار تؤدي إن إحنا لو انتشرنا بعد كده كل منا يقدر ينفذ الفكرة بتاعته الفكرة الأصلية دي يعني في المكان اللي هو فيه وبالتالي العمل يتضاعف. بينما مشاركة الأشياء المادية لو أنا كاتب قلم للدكتور عمر وبكتب دي دلوقتي هو مش بيكتب دي. ما ينفعش الأشياء المادية أنا يا واحد لو كده كاملة يعطينا نص وأنا في النص وبعض الحاجات لو إحنا قسمنا القلم بالنص يبقى انا هعرف اكتب ولا هو هيكتب. فبعض الحاجات لو انقسمت هتحصل وبالتالي هو يا معايا يا معايا. الاشياء الماديه كده. الاكل اللي هو هيجيبه لكم على حسابه ان شاء الله مش شكله. فافتكروا بس انها ايه وجبه. انما الافكار مش كده. انا جاي لكم افكار ده اللي عندي ده الباطل اللي هطلعها. وبالتالي الافكار ما فيش مشكله انا اديها لكم. لن تبنى من عندي. ضمن موجود. طيب احنا كده اتكلمنا عن حاجتين. الحاجة المادية والحاجة العقلية. طيب الحاجات النفسية ايه الأخبار؟ لو أنا اكتشفت إن زميلنا ده حزين جدا لسبب ما عنده مشكلة نفسية وجيت قعدت أتكلم معاه وشاطرته الأحزان لما بيقول نشاطركم الأحزان نشاطر دي معناه إن أنا بقسمها معايا. فأنا خدت فعلا نص الحزن بتاعي كده ومشيت. هل ده حقيقي؟ لا. طيب انا ما خدتش الحزن معايا ومشيت يعني. طب هل خفيت عنه؟ لا ممكن. جميل. فممكن يكون النعمه النفسيه ان انا قللت اللي عنده بدون ما انا اخد حاجه. طب بالعكس لو جيت لقيتك سعيد جدا نشارككم الافراح.
لو انا هشاركه بالبرع بتاعه يعني برضه ما تبصش وامشي. لا ممكن جدا ان انا هو يبقى صعيد وانا اتعب معاه يبقى انا برضه صعيد. فبالتالي النواحي النفسيه هنلاقي انها ممكن تتاثر عند البير بزياده او بنقصان بالمشاركه مع البشر اللي حواليهم بما فيه الفائده. يعني في الحالتين هو استفاد لما هو كان سعيد واسعد اللي معاه ده يديله هو مش هيزعل ان هو اسعدني معاه. يعني غالبا ده شيء يفيده. يعني انا سعيد ان دلوقتي جبت الحاجه وانا بكلمك ده شيء سعيد الحمد لله. فبالتالي من داخلي هو سعيد وساعات انا بنفطس ان انا بقيت سعيد معاه. في المقابل لما هو كان حزين وانا جيت سريت عنه الحزن ده وخففت الحزن ده برضه احسن له. ففي النواحي النفسيه التشارك مفيد سواء من ناحيه سعاده حزن الم اي حاجه. النواحي النفسيه التشارك فيها مفيد. النواحي العقليه التشارك فيها بيوافق الافكار. النواحي الماديه هي اللي فيها ندره. الندره دي موجوده في النواحي الماديه فقط وده اللي بيعبر عنه في القوانين العربيه سكيرستي. ندرة سكيرستي بالانجليزي هي دي السبب اللي في تنافس على النواحي الماديه. النواحي الماديه دي التنافس فيها بيهرب. يعني الحديث النووي فتنافسوها فتغلبوا فتتركوا كما هلك الذين قبلكم. فبالتالي التنافس في النواحي الماديه في مشاكل. انما التنافس في النواحي النفسيه النواحي العقليه في النواحي التعبديه او ما الى ذلك ده مفتوح. وفي ذلك بيتنافس المتنافسون مفتوح. تنافس زي ما انت عاوز كلنا بنستفيد. المشكله بقى ان احنا ازاي نبص على الحاجات الفكريه دي على انها ملكيه. الملكيه تعني ملكيه حاجه بتاعتي. لو خدتها مني تبقى انت كده خدتها مني. تبقى بقت معاك مش معايا. ده اللي مفترض في الملكيات الماديه. لو انا فعلا امتلك قدر الارض ولا حق التصرف فيها ثم حضرتك خدتها مني فهي مش معايا. فبالتالي لما بيعبر عن الحقوق الفكريه بكلمه ملكيه بتبتدي تتحول الى سندات كتير من انها المشاركه فيها مفيده الى ان المنازعه فيها هي المفيده. الماديات قائمه على المنازعه، كل واحد منا بياخد الحاجه لنفسه. لما كان في 10 اطباق هنا و100 واحد عاوزين ياكلوا اجري الحق خد الحاجه قبل ما يخلصوا. ده المنطق اللي كتير من البشر بيتعاملوا بيه في الاشياء الماديه. بيتنازعوها وبالتالي منافسه عليها. الملكيه بتستدعي عند كثير من البشر هذه العقليه. عقلية المنافسة والمنازعة على الشيء. كلمة الملكية والحقوق المتبعاها في القوانين بتستدعيها. وبالتالي كثير من الناس اللي بيتكلموا في هذه النقاط بيقول لك لا مش مفروض نسميها ملكية. لأن الملكية دي الحياة المادية. نسميها بس الحقوق الفكرية. وبالتالي بيتكلموا لك بالعكس انت ساعد الناس على انك تستوعب انها حقوق فكرية، حاجات فكرية تقدر تشارك فيها غيرك، تقدر تساعد فيها الغير، تقدر تعلم فيها الغير، تقدر توصلها للغير وتناميها عنه. هسألك سؤال بسيط، كم واحد فيكم وبالذات الزميلات يعني خد وصف طهي من حد تاني ونفذها؟ في عدد لا بأس فيها الحمد لله. فبالتالي طيب كم واحد شايف ان ده عمل افلام مفيش مشكله؟ جميل. فحتى اللي ما نفذش شايف ان ده كويس خلينا هناكل على نفسهم يعني. طيب فبالتالي انتوا شايفين ان انا لو خدت الوصفه بتاعت عمل اكله او عمل مشروب عصير كمان من ده شيء اخلاقي واقدر انفذه. ولو حد بيقول لي لا مش هديها لك تقول عليه ايه؟ بعيد يبقى خايف. طب ايه رايكم في حاجه اسمها كوكاكولا؟ في حاجه اسمها بيبسي؟
كل شوية راجعين وجمال وخايل وبتاع. طب سيبينا اليوم الشركة كده هتخسر، هي الكوكاكولا ابتدت هنا ولسه معيش 14 نهار؟ انتوا عارفين العلامة التجارية بتاعت الكوكاكولا، العلامة التجارية بتاعت الكوكاكولا سعرها كام في السوق؟ يعني لو حد في سوق ما عاوز يقول انا حامل العلامة التجارية بتاعت الكوكاكولا سعرها كام؟ احنا قلنا من شوية يعني انا وحسين من هيدا لو انا جيت السوق بقى وعاوز اخد الاسم بتاعه ولا هديله فلوس. طب لو حد هيدفع الكوكاكولا فلوس عشان يعمل العلامة التجارية مش ياخد كتير بس العلامة كام؟ 60 مليون دولار العلامة بس اللوجو بس مش هياخد سر صنعة هياخد بس اللوجو يعني ده سر صنعة وشركة أصلية وما زالت هتبيعه في بيزنس تاني عشان بس اديلك اسمي 60 مليون دولار. فبالتالي هتلاقوا ان المواقف الاغلاطية اللي انتوا بتفكروا فيها احيانا في ناس تانية في العالم شايفينها لا انا يعني يهمني اكثر المكسب بتاعي وانا بقالي 90 سنة بشتغل اهو وحققت مكاسب وارباح وكل حاجة بس لا الحكاية بالنسبة لهم يعني اتفضل يا لا مرة هو الاحتكار حلو زي ما قلنا بالنسبة لنا فبالتالي انت مالكش حاجة تعمل أي حاجة خالص انت رايح لك تشرب بس دي لو فلوس وتشرب الأفكار دي أنا حاولت ألمس معاكم جوانب مختلفة من الموضوع يعني الحرية دي كلمة مهمة بيدور عليها حوالينا كثير من هذه النقاط وهي اللي الناس بتفكر فيها يعني هل الحرية الحقوق الفكرية دي بتدي حريات للناس ولا لا؟ هل ممكن ان احنا نتشارك ونتعلم ونتطور كبشرية ولا في حد له الحق ان يحتاج حاجات منا؟ هل الاحتكار ده احيانا ممكن نكون لينا كبشر نتفق ان هو مفيد بعض النقاط؟ وقلتوا معايا في بعض الحاجات ممكن نسمح بما يسمى احتكار وطبعا احتكار السلطة التشريعية في يد يعني مجلس الشعب وحاجات كده عادة لا يعبر عنه كلمة احتكار بس هي في واقع الأمر هو حكر أو حصر للسلطة دي في يد مجلس الشعب. فبالتالي أنتم محتاجين تستوعبوا فكرة إن هو لما تقرأ كلمة لو خدت منها موقف مصادر وقلت لي كلمة احتكار يعني سيئة هو انا دلوقتي وريتكم من كلمه الاحتكار احيانا ممكن تكون جيده وانتوا وقفتوني كده لو قلتوا ان ده سيء ومش هسمح باي حقوق تبديل يبقى انا كده ممكن انسب اي حد اقول عليه اي حاجه واقول ان هو قلب وده غلط. فبالتالي الحاجات دي لها كذا وجه وماشي وجه واحد انت محتاج تقرا اكثر وتفهم اكثر وتحدد لنفسك الموقف اللي انت ناوي تاخده امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. بافتراض ان انت بدون الوجود ده ان في يوم حساب يبقى وكلهم هتيجي يوم القيامه فردا لما تقف لوحدك تتحاسب هتقول ايه؟ انا كان قدامي اختيار ان انا اخد السوفت وير ده حر اعمل فيه اللي انا عاوزه قررت ان انا اخد اختيار السوفت وير التاني ده اللي هو بفلوس واشتريت. فانا دعمت الشركه دي دعمت الافكار دي. انت فلوسك اللي بتحطها دي كانك بالظبط حطيت صوتك في صندوق اختراع. انا بساهم في الصندوق بتاع بروبريتري سوفت وير بان انا بشتري بروبريتري سوفت وير. او انا بساهم في الصندوق بتاع الاختراع بتاع البرمجيات الحره ان انا بستخدم البرمجيات الحره. او انا قررت ان انا اديله طاقه في الخلف في الظهر طاقه مكانه كده وهستخدم السوفت وير ده البروبريتري بس مسروق. ممكن ده قرارك وانت معلن كده في دول معلنه كده بمعنى ان لفتره طويله الصين وايران وكوريا الشماليه مثلا كانت بتقول للدول الغربيه احنا في حاله حرب معاكم وبالتالي
وبالتالي نحن لا نلتزم بحقوق الملكيه الفكريه بتاعتكم ولا انتم ملتزمين بحقوق الملكيه بتاعتكم. فاحنا هنعمل فيه قوه تجاريه وخلاص. هي كده حركه معلمه وضحكه صريحه. فده موقف اخلاقي برضه. ولما يفتنوا مثلا لو انت من المسلمين مثلا هتقول سوره التوبه كما تدعيهم على سواء. ان انت وضح كده ان في بينه وبين بعض حرب واي معاهدات انتهت فانا غير ملزم بالورد تريد اورجنايزيشن تريتي وانا غير ملزم بها مني انا هاخد منك وانا عاوز امشي. وفي المقابل انت خدت مني اللي انت وصلت له بره. فده موقف. وفي موقف ثالث هو فعلا يعني من تحت لتحت في انا ضرب في الضهر بتدعي لا ده انا تابع الورد تريد اورجنايزيشن انا تابع الوايبو اللي هي الورد اورجنايزيشن اوف انتلكشوال بروبرتي رايتس انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وتحت الترابيزة حضرتك استخدم السوفت وير ده زي ما دي كلها مواقف وكلنا بنشوف المواقف دي في وكلكم وانا منكم كذلك يا اما هتعمل احد دي المواقف يا اما هتقبل ان غيرك هيعملها وتقبل دي قد تكون تقبل وانت مراحل في الموضوع وما عندكش مشكله ان زميلك في الشركه بيعمل كده او رئيس الشركه بيعمل كده او المجتمع اللي انت فيه بيعمل كده وقد تكون ما انتش قابل ورافض وبتحاول تغير والمنكر اللي انت شايفه ده بيغير ايدك او حاجه تجيلك ان انت ما تعملش الموقف ده او بغير لسانك بانك تعلم غيرك عن الصح او اضعف الايمان يعني غير قلبك ان يعني والله انا مش عاجبني ان مثلا في رشاوه في جهاز الشرطه طب مصنفات فنيه ويعمل كده بس حسام طب انا هعمل ايه يعني هقعد على الشرطه مثلا هعمل ايه مش عيب. فبالتالي اللي انا بعمله ان انا بقول والله اكتر حاجه ممكن اعملها اقول ان في جهاز المصنفات الفنيه في ناس محترمه وبتشتغل شغلات بجد وفي ناس فاسده تعمل رشاوه ده اقصى ما اقدر اقوله او اقدر من كده ان انا اللي المفروض ان احنا نعمله كشعب ان احنا نغلب العمليه دي ونزيد الصالحين اللي شغالين في شرطه المصنفات الفنيه ونساعدهم ان هم بقى قادرين على ايقاف الكاسبين اللي معاهم شرطه المصنفات الفنيه دي ويقوموا ان احنا مش قادرين نعمل كده. فيا بقلب يا بس هي خلصنا مش اكتر من كده عمليه. فبالتالي احنا كلنا مع كل واحده منهم عندنا مواقف جنبها. الموقف دي هتتضح لكم قوي بعد سنتين لما تبقوا تشتغلوا. دلوقتي احنا ككليه بنوفر لكم كتير من التولز في المعامل، بنوفر لكم كتير من الكتب في المكتبه، بنوفر لكم حاجات كتير قوي. بعد سنتين مش هتبقوا مرتبه حاجات كتير. النهارده انت لو عايز تشتري نسخه ويندوز مثلا تبع الجامعه هتشتريها ب 25 جنيه. بعد سنتين لما تبقى مهندس مش هيبقى عندك الامكانيات دي. لا انت ممكن تستمر باستخدامها بس بعد سنتين هتكون النسخه دي غالبا تبقى لها في ويندوز جديده نزلت فهتبقى عاوز تجيب الجديده بس الجديده صحيح بقى انت تشتريها وانت مهندس بفلوسك بقى. فبالتالي انت دلوقتي ما عندكش الاختيارات دي في صوره حاده جدا بس لازم تبتدي تفهم وتتعلمها والماده اللي انت بتدرسوها دي بعد الاخلاقيات الانسانيه هي الماده اللي بتبتدي تفهم فيها كمان عشان تكون لنفسك المواقف الاخلاقيه اللي انت ناوي تكمل عليها بعد سنتين. حد عنده اي اسئله؟ دكتور بعد اتفضل. حضرتك في البدايه قلت ان حضرتك جبت المشكله دي وحليتها بطريقه معينه. يعني ما عرفناش تجربه حضرتك كانت عامله ازاي. تبينكم كويس طبعا انا حليتها ازاي بالنسبه لي انا شخصيا انا من سنه 95 وانا الاجهزه التي امتلكوها كاجهزه كمبيوتر يعني بستخدم عليها لينكس كسوفت وير ولما بحكي كتب بشتري كتب اصلية او بستخدم كتب فري على الانترنت فري معنى حرة مش فري معنى مسروق او مجروح على مجانا يعني في كثير من المؤلفين بيحطوا الكتب بتاعتهم مجانا على الانترنت بالذات المجال العلمي لان المجال العلمي مثلا في الجامعة زي حالتي احنا حتى كلها بناخد كتير من الورق نفهمه نشغل في الخلاط هنا شوية ونطلع كتير تاني على الورق عشان زملائنا يفهموه فحياتنا كلها في الاتجاه ده وبالتالي بنحط اغلبنا بنحط البيبرز النتائج العلميه بتاعته على الانترنت مجانا وزملائنا بياخدوها برضه يقروها يطلعوا انتاج علمي عندهم يحطوها مجانا فدي ماشي. وبالنسبه ليا انا لما بنتج شيء يعني لما بنتكلم عن حقوق تاليف الحاجه اللي انا كتبتها
بيض. الحاجات اللي انا بستخدمها بحاول ان انا ما استخدمش غير الحاجات اللي غيري سيبها حره بهذا الشكل، او لو مضطر ان انا في كتاب هشتريه بشتري كتابك، ان انا ما بضربش سوفت وير وما بضربش. اتفضل. انا ما بشتريش براءات اختراع بنفسي، يعني مش بجيبي براءات اختراع. طبعا لو في منتج عليه براءة اختراع، فانت لما بتشتري المنتج ده في جزء من الثمن بيروح للمخترع الاصلي او للشركه اللي تملك الاختراع ده علشان دكتور عمر غالبا بيسال، لانه عارف ان انا شخصيا شارك بعض الحاجات اللي صادر لها براءات اختراع انا لا املكها. الشركة اللي كانت موجودة معانا في البحث المشترك ده مع الجامعة هنا هي اللي بتمتلك هذه البراءات. عادة الشركات اللي بتمتلك براءات اختراع أحيانا تبقى الجامعات بتشارك نسبة منها. المخترع كواحد من مجموعة في الحالة بتاعتنا، يعني حتى الآن الحمد لله صار لي 5 براءات اختراع مسجلين في أمريكا لسه طالعين السنة اللي فاتت. شغلت بأرقام المدة الزمنية، احنا عدينا عليهم في 2010. من 2010 لحد نص 2014 في مراحل مختلفة من المراجعة. ولسه في 3 كمان ما خلصوش. فالدنيا بتطول، انت لازم تكون معركة نفس طويلة شوية مع مكتب براءة الاختراع. مجموعة المؤلفين بيبقى ليهم حفل أدبي. أنا حسام ليا الحفل. ان انا بيوصل الي ان انا عملت الشغل ده في الفتره الزمنيه دي بالشكل الفلاني بدون زياده ولا نقص. اللي بيمتلك حق الاستغلال بتبقى في الغالب المؤسسه اللي بيعمل فيها الفرد، سواء الشركه او الجامعه. اضافه في فرق كبير جدا ما بين الحياه البحثيه والجامعيه زي جامعه القاهره مثلا وبين الشركات. اما باذن الله تعالى يمكن 90% منكم هيشتغلوا في شركات صناعيه، و10% بس هيشتغلوا في اماكن بحثيه او جامعيه. دي النسبه العامه المتعارف عليها في العالم يعني. ال 90% منكم اول ما تيجي تشتغل الشركه هتمضيه، مش هينفع تشتغل غير لما تمضي على الحقوق بتاعه الاي بي يعني الشركه. جزء من اللي حضرتك هتقول برضه اي اجري وتمضي هيكون ان انت عقلك ملك الشركه 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع 52 اسبوع في السنه. بما فيها ايام الاجازات بتاعتك، حضرتك لو كنت نايم في الاجازه على الشاطئ مع اولادك حلمت بحاجه فيها فايده، دي تحت الشركه مش بتاعتك. انا بكلمكم جديا وبجر العقود اللي متوقعه عليها في يوم من الايام ان شاء الله. الشركات بتاعت الشركه. الاماكن البحثيه والجامعات في كثير من الاحيان بتعطي الفرد حق بعض حق الاستغلال، فلو جت ربحيه من المنتج ده لما نبقى نبيعه هيبقى دي لك سبوبه يعني هتسيبك. فبالتالي اللي بيشتغلوا فيه اللي هيشتغلوا فيه باذن الله تعالى في اماكن بحثيه او جامعيه ممكن يبقى ليهم بعض حق الاستغلال لو بقى في فلوس نتيجه من الكلام ده. انما الشركات مش كده، الشركات بتمتلك كل حاجه. حد عنده اسئله ثانيه؟ الرسائل العلميه سواء الماجستير او الدكتوراه او كده برضه فيها موضوع فكريه؟ زميلنا بيسال الرسائل العلميه الماجستير او الدكتوراه فيها برضه موضوع فكريه، دي حقوق تقليد برضه. ليها حق ادبي قبل ما تمشي الدكتور عمر بيبقى عاوز يقول لهم حاجه، فيها حق ادبي ولو نتج منها المفكر فيها وراحت اختراع حاجه بيبقى احسن. دكتور عمر عاوز طيب احنا بنشكر دكتور حسام جدا على المحاضرة الكريمة دي. ولو حد عنده أسئلة ممكن يكلم دكتور حسام دلوقتي، الناس اللي عندها كويس أو حاجة بس ممكن تطلع. كلهم عندهم كويس؟ طيب دكتور حسام هو بس المكتب. هكتب لكم برضه ويب سايت على ويكيبيديا اللي عاوز يستفيد في المعلومات من صفحة الكونكشن فورم، فيها معلومات بلاغية كتيرة قوي عن اللي انا عملته. تستفيدوا منها ان شاء الله. السلام عليكم.